انا كويس، انا مبسوطه انا طالعه رحله معاكي النهارده. وانا مبسوط قوي والله يعيني، لان انا المفروض اني اسال اسئله قويه، بس امام الجمال والرقه والثقافه صعب اني اسال اي سؤال. انا مكسوف منك. ليه مكسوف مني؟ يعني يا رب اقدر اني اسوق الطياره كويس. لا اكيد هتقدر، انت كابتن هايل ان شاء الله. انت اللي هايله استاذه ليلى، بس انا هقول لك ليلى. دن دن دن. ومجانين ليلى كثر. لا خالص. معقولة؟ لا لا مش معقولة، ما عندهم نظر. الجميلة ليلى علوي اختارت باريس فرنسا على أساس أنها تكون وجهتها. كم مرة زرتي باريس؟ بروح باريس وأنا عندي 12 سنة، لأني أنا كنت في مدارس فرنساوي، فكنا بنطلع رحلات، فما بحسش بغربة. أنا دايماً أحس بغربة من السفر وما أحبش أسافر فترة طويلة، فباريس هي البلد الوحيده اللي ما بحسش فيها بغربه، بعرف اسوق فيها العربيه، بعرف مش باريس يعني، ممكن يعني مره خدت العربيه من باريس ما كنت رايحه مهرجان كان وما لقيتش ولا تذكره، فروحت مأجره عربيه وطالعه من باريس انا واختي كنا صغيرين على كان عشان احضر المهرجان. الكلام ده كان يمكن في منتصف التسعينات كده او حاجه. 9 ساعات سواقه، بس استمتعت بيها جدا وحبيت فرنسا اكتر. نعم. كمان تليفو سافا بيان فو كلجت. قلتي لي يعني وانت؟ انا كويسه وانت؟ سافا بيان ميرسي تري بيان. كلجتو جو كوا 55 56. بتقولي عادي؟ وي. اوكي احترم هذه الشخصيه الجميله. انا اعرف شويه فرنسي بس اكيد مش زي حضرتك. ونورتي الكويت، نورتينا في الكويت وتكريم رائع حصلتي عليه. الحمد لله انا انبسطت جدا 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 وبشكرهم جدا، وكنت سعيده ان انا بلتقي بعد فتره طويله ما شفناش بعض مع زملائي الفنانين والفنانات العرب، وما اعرفش حقيقة كانت ليلة حلوة. وليلتنا اليوم راح تكون أحلى مع كل مسافرينا عبر قناة الـ ATV، وهذا أول لقاء تلفزيوني كامل تظهر فيه النجمة الجميلة ليلى علوي.